دلوقتي اكتت الناس في الراديو انت كحيان يا محمد مالك انت بتشيل الامل امان من الناس لا خالص والله انا يعني بعمل بس ايه مواجهه كده يعني مواجهه انا بواجهه بالحقيقه علشان خاطر ما انت كحيان دي بالمناسبه هي طلعت مني كده يعني انا كنت بتكلم على الساحل وان انت ان الساحل انت عارف في ناس بتروح الساحل في ناس بتتفرج على الناس اللي بتروح الساحل صحيح ففي يعني معظمنا بيتفرج على الناس اللي بتروح الساحل المهم ايه قاعد في قعده صحابك يقول له والله كنت طالع بس ما رضيتش لا مش انت ما رضيتش انت كحيان انت فانا من هنا طلعت انت كحيان وثبتها بقى في حاجات كتيره جدا بس هي كحيان دي مش حاجه وحشه يعني انا كحيان واحنا كلنا كحيان كحيانين مقارنة كحيانة كبيرة كلنا كحيانين في وجهة نظر معينة اللي هو حاجة احنا عايزين نعرف نعملها مش عارفين نعملها فبالتالي لما بتواجه المستمع بحاجة زي كده عارف دكتور رفي حتى بس انا فهمت ان النجومية لها متطلبات وشروط طبعا انا عملت تقويم لسناني الحمد لله برافو هي كلمة عابرة وكل الناس تعمل تقويم عادي انما موضوع التقويم ده اخد من خالد عليش حكايات كتيرة جدا يعني انت الموضوع فيه تاريخ انا من زمان وانا سناني بعيد عن بعضها ويمكن الناس عارفيني كلها يعني انا حتى لما كنت بقابل حد اول ما اتعرفت ما كانش الناس عارفة اسمي كانوا يقولوا الولد اللي هو سنانه بعيد عن بعض دي فدي كانت العلامة المميزة فدي كانت وانا صغير قوي انا كنت نفسي اعملها جدا بس كانت غاليه قوي ومفيش فلوس كنت كحيان لما بدات بقى موضوع الطفوله عشان تعرف ليه كحيان من زمان والله ان شاء الله فلما بدات ابقى معروف قلت لا انا شكلي حلو قوي كده بس بصراحه بداوا يبعدوا عن بعض زياده ايه اللي انت بتقوله ده لا والله دي حاجه والله بجد ايوه ليه أيوة. لا ده مش عيب بجد ممكن اوريك صوره لا ايوه ده كانت السلسله بيقولوا كده لسه بترحل ده بيحصل ده مع الوقت مع الزمن زي مش يعني عند واحد 20 سنه خلاص كل حاجه في العظم العظم بيبعد لا يا جماعه ده لو رحتي كشفتي وطلع ان انت مثلا هتركبي حاجه واتاخرتي بدل ما تروحي اسبوعين بعدي بعد شهر بتريح بتعمل كده زي العربيه الدواخل بتاعت العربيه لا والله بجد فعلا صح حد ايوه صح بس فانا لما خدت القرار بقى قلت كفايه بقى خالد الكحيان ده خلاص بقى هيموت واحنا بقى اللي جاي ده واحد تاني خلاص بقى انا مش كحيان خلاص انا بقى واحد تاني فبدات بقى اخد القرار وبصراحه انا مبسوط جدا بالقرار. النظريه دي نفسها لاختصارك الموضوع كده تبقى كده ده كحيان نفسها اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش